أسر الوطني من الطرف الأيمن، كرة ممتازة يوسف السعيدي، مرفوعة ممتازة، والهدف، الهدف الأول، وهي هدف لهشام خلوة نجم نادي الميريا. الهدف الأول في الدقيقة الأولى، لم يمنحوا الفرصة للأتراك وهم يصلون لمرمى الحارس التركي سيرين إمري. جيل واحد من اللاعبين ينجح في تدوين هشام خلوة بتمريرة ليوسف السعيدي، هدف أول في المواجهة. وهذا أدم النفتي ومن مرر ولعب هشام الخلوة في المكان والزمان المناسبين يسجل هدفا، وأي هدف في